بسم الله. عبد الهادي، اليوم أول حصة نتاعنا في السياقة. اليوم راح نتعرفوا على المكونات نتاع أجهزة التحكم داخل السيارة. أول حاجة نديروها كي نطلعوا السيارة نتاعنا هي نعدلوا القاعدة نتاعنا. نبداو بالكرسي، دايما أول حاجة كي نطلعوا السيارة نديروها نعدلوا الكرسي نتاعنا. عندنا زوج حوايج نعدلوهم في الكرسي نتاعنا، عندنا القاعدة هذه وعندنا الظهر تاعنا لازم نعدلو حتى هو. نبداو دايما بالقاعدة هذه. عندك هنايا من رجلك لاكوش تحت رجلك الايسر هنايا كاين واحد الكروشي، هنايا رجلك الايسر هذا، حط يدك هنا فوق الفولون هذا، طلع الكروشي هذاك وعاون بيدك هذا وجبد الكرسي لقدام هذا. كيفاش نعرفو باللي الكرسي راهو مليح؟ حط رجلك على البيدال هذاك اللي على اليسار، لومبرياج اللي من هي هذاك الايسر اللي من هي هذاك هذا، اضغط عليه كامل وشوف اذا كانت تقدر تهبطه حتى لتحت ولا ما تقدر. اضغط عليه كامل، زيد زيد. كي تضغط عليه كامل رجلك هذا ما لازمش يكون مطلق كامل مطوندي مليح، وما لازمش يكون مطبق بزاف، ما لازمش تكون مدب كي تضغط عليه كامل، لازم يكون رجلك مرتاح مليح هكذا. بون، هذه بالنسبه للرجل القاعده مع الرجل تاعنا مع لومبرياج. علاش نرجليه مع لومبرياج؟ باسكو لا هو البيدال اللي كيهبط لتحت، هادو لومبرياج يهبط حتى لتحت، لاكسيليراتور والفرا نضغط عليهم شويه شويه برك، دونك ما يحتاجوش اننا رجلنا يروح كامل معاه. سقمنا القاعده هذه، واش مازال الظهر تاعنا؟ عندك هنايا الكروشي هذا، طلعوا بيدك الايمن، طلعوا وخلي كتي ظهرك وخليها تطلع شويه فوالا سيب، خلي هكذا. وهنا يا ظهرك كيفاش نعرفوها باللي مصابه؟ على حساب يدك مع الفولون. حنا يدنا مع الفولون نحطوهم 9 و4، يديك اليمين يكون على 9 وهذا يكون هنا 4، ولا 10 و10 يطلعوا في زوج شويه شويه. حط يدك هذا هنا فوالا، دونك اللي يجيك مليحه هذيك هي 9 و4 ولا 10 و10. هي من الأحسن نحطهم 9 و4، علاش؟ باش يجيو لي كوموند هادوك راه بلي يدانا هنايا. كي تحط يدك هنايا، حط شوية يدك هنايا العشرة، شوف يجي بعيد شوية. هي حتى هكدا مليحة. وشنو هو الفايدة كي تحطهم هنايا؟ تسمع الحاجة اللي زايدة، انه يكونو لي كوموند هادوك راه بلي يدك. شوف كان تحت دير متاليس ويكلاس لازم متكبطوش، مي كان تحط يدك هنا يجيوك قرابين، سي بلي براتيك. عدلنا الكرسي تاعنا، واش نديرو؟ لازم نعدلو المرآة الداخلية والجانبية اليمنى واليسرى. هذه المرآة الداخلية نشوفو بها الجانب الخلفي نتاع السيارة، الزوج الخلفي كامل لازم يجي في الوسط، حط يدك في زوج منا ومنا، لازم نشوفو السجاج كامل تاع الخلف يكون مسونطر ياك. سي بون. دوكا المرآة الجانبية اليمنى واليسرى باش نرجليهم هنايا الكتريك في السيارة هذه، دونك حتى نديرو الكونتاكت. كيفاش نديرو الكونتاكت؟ عندك المفتاح، حط شوف المفتاح، المفتاح تحطو هكدا ولا هكدا كيف كيف هيك. حاول دور مرة واحدة حتى يطيخ المفتاح، سمعت طخت مرة واحدة، هذا نسميه دومي كونتاكت. زيد دور واحدة فوالا، حتى يشعلو المؤشرات هادو اللي هنايا. هكذا نقولو درنا كونتاكت، مدينا إشارة كهربائية للسيارة. هكذا حتى كي نحبو نخدمو حاجة، أي حاجة اللي فيك البيتر ولا، يطلع ويهبط نورمال. تحب تريكلي ليتروفيزور يتريكلا، تحب تشعل الراديو، تحب تشعل الكليماتيزر. عندك لا كوموند هادي كاين تما، هاي كاينة شتا هادي اللي هنايا، شت لابول هاديك فيها مقطع ياك، المقطع هاديك لين نتاجها؟ الجهة اليمنى ولا اليسرى؟ انت جاي على الجهة اليمنى، حط يدك ودير كيما اللي توش تاع الكلافي تاع اليمين واليسار. جيب لك كوموند هذيك لهي، شوف هنايا كي تجيبها لهي يجي اليمين، كي تدز لهيه اليسار يروح اليسار. انت كي تهبط ترجع للخلف يهبط، كي تدز لقدام يطلع كما اللي تحت هاي الكلافي تاع الاتجاه. واش دير انت دلوكا هنايا؟ هادي المرآة هادي تشوف بها الخلف نتاع السيارة والجانب تاعك بعدا،
شوف الخلفيه شويه من الخلف تاع السياره والباقي خليه للطريق. جبت المقبض هذاك الخلفي، المقبض اللي في لاريير هذاك تاع الباب، الباب في لاريير تشوفوا هنا بيكون سما، شوف غير شويه برك من الخلف تاع السياره والباقي خليه للطريق. اذا كان كي تشوف من الخلف بزاف جبد شويه اليمين باش تولي تشوف غير شويه برك. وهادو كي وهادو كي تريقليهم ما تميلش راسك معاه، فما تميلش القعده تاعك، لازمك من بلاصتك سعد الدرو ترافيزور، ماشي لي اشاك فوا لازم سما تبدل راسك باش تشوف مليح. سي بون مليح هكذا. هاكي تشوف ديال الكاوتشو هذا الكحل، هذا من الاحسن يكون افقي باش تشوف به البعيد، كيما انت النظره تاعك تشوف البعيد كي تريقلي المراه هذه لازم تشوف بها افقيا البعيد، ما ديرهاش هابطه لتحت، ما عندك ما دير بالارض وما ديرهاش طالعه في السماء، ما عندك ما دير ما تشوف كي تشوف الاعلى داكور. نريقلي هذيك بنفس الطريقه، دور لابول دروكا تما، دور لابول هذيك، النقطه هذيك تجي متجهه جهه اليسار، زيد فوالا ريقلي هذاك ما تميش راسك البنات. شوف لهذا باش تميزو تشوفهم، شوف هذا اللي منا، شوف لهذا وشوف لهذاك باش تحاول تجيبهم كي بعضهم باش تجيك ساهل هكذا. دائما لي روتروفيزور هذو شوفو بيهم البعيد، نديرهمش هابطين بزاف ولا طيب. سي بون ريقلنا المرايات، بون درنا الكرسي ريقلنا المرايات، واش مازلنا ثالث حاجه الحزامه، حطنا حزام الامان دوك نحطوهم بعد نعاودو نحيوه. دونك دائما كي نطلعوا السياره نتاعنا عندنا هادو ثلاث خطوات، نطلعوا نعدلوا الكرسي باسكو كل سائق والطول تاعو، كل واحد يرقلي على حساب الطول تاعو، نرقليو الكرسي نعدلوا الكرسي تاعنا، نعدلوا المرايا تاعنا ونديروا حزام الامان قبل ما نوضو. نحي الحزام مضروب على روحك. بون من قبل ديرنا الكونتاكت، كي ديرنا الكونتاكت تعلمنا المؤشرات هادو في الطابلو هذا. نبدا بهذا اللي على اليسار هنايا، هذا مرك من واحد حتى لسبعة، هذا يسميوه عداد دورات المحرك. واش يحسب لنا هذا شحال كيدور المحرك تاعنا في الدقيقة، هاي هنايا مكتوبة من واحد حتى لسبعة، الدرجات هادو مضروبة في ألف السلم هذا، يعني إلا كان طلعنا ليكوي هذا الواحد معناتها ألف، إلا كان زوج ألفين، إلا كان ثلاثة ثلاثة آلاف، وهي هكذا. واش فاش يساعدنا هذا؟ يساعدنا باش نعرفوا الريجيم تاع الطوموبيل. احنا في الحاله العامه بصفه عامه كيكون الريجيم تاعي فيتاس حاطينه، مثلا الا كان ماشي بريمير دوزيام تروزيام كاتريام ولا سانكيام، الريجيم المليح لازم ليكوي هذا يكون بين زوج وزوج اونس، كاين اللي مدرجين بواحد زوج، كاين اللي مدرجين 10 20 30، المهم بين 2000 2500 دوره في الدقيقة. هذا ما يعطيناش السرعة نتاع السيارة اللي كتمشي بها، هذا يعطينا عدد دورات المحرك تاع السرعة، شحال شحال رانا ماشيين في الطريق، هذا هو داكور. ما هذا باش نعرفو به الريجيم تاع الطوموبيل. قلنا في أي سرعة بصفة عامة وشنو كاين حالات خاصة، من بعد نتطرقو ليهم. إلا كان نحنا كي نكونو ماكسيليريين، دوك نوضها كانت طافي، كان طافي الموتور كان في صفر هكذا، نوضناها طلع راهو مثلا في 0.6، تسمى شحال 600 دورة في الدقيقة. كي نضغط على الاكسيليراتور يزيد يطلع، هاي السرعة هنايا ما طلعش من هنا باسكو السيارة ماهيش تمشي، رانا حابسين رانا بامور في بلاصتنا. ضغطنا على الاكسيليراتور زاد عدد دورات المحرك. كي نكونو ماشيين في الطريق ونكونو بأي سرعة نكونو ضاغطين على الأكسيليراتور فتمس، وهنا ليكوي هذا في الزوج بين زوج زوج ونص، الريجيم تاعنا مليح. لو كان ليكوي هذا يهبط لنا من التحت، يهبط لنا من زوج لتحت، نقولو الريجيم أهو يطيح ولا طاح الريجيم. واش نديرو؟ إلا كنا مثلا بسرعة رابعة نبطوها السرعة اللي تحتها، كنا كاتريام
نرجعوها تروازيام، ويلا كان كنا تروازيام نرجعوها دوزيام. طاح الرجيم تهبط لي.